بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. صدق قام سيدنا عيسى عليه السلام يوما خطيبا في بني إسرائيل، وبشرهم بخاتم الأنبياء الذي سيأتي بعده. قال الله تعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. ونوه نبي الله عيسى عليه السلام باسم النبي الخاتم الذي سيكون بعده، وهو أحمد عليه الصلاة والسلام. وذكر سيدنا عيسى كذلك لهم صفته ليعرفوه ويتبعوه الأجيال اللي هتيجي بعده، في ميقات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا شاهدوه يتبعوه، ودي إقامة للحج عليهم وعلى الأجيال بعد ذلك، وإحسانا من الله إليهم، فقد كان من واجبات الرسالة أو من واجبات رسالة نبي الله عيسى عليه السلام أن يبشر الناس ويعلم بني إسرائيل عن مجيء النبي الخاتم أحمد صلى الله عليه وسلم. ده شيء طبيعي، لأن سيدنا عيسى عليه السلام هو آخر من يبعث قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مين النبي اللي بعث بالرسالة قبل سيدنا محمد؟ هو سيدنا عيسى عليه السلام. من الطبيعي جدا أنه يبشر بالنبي الخاتم. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحمد محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ما أحمد وما محمد؟ أحمد هو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على حقيقته الروحية صلى الله عليه وسلم، لأن
وجود سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الروحي أسبق من وجوده الجسدي. عشان كده لما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي لنا سيدنا، قالوا الصحابة قالوا وسألوا رسول الله: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ بيسألوا النبي متى وجبت لك النبوة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وآدم بين الروح والجسد. يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام متى تثبت أو متى ثبتت لك النبوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم فيما معنى شرحا لما قال صلى الله عليه وسلم: وآدم بين الجسد والروح. فبيقول: فقال ثبتت، يعني أو بما معنى شرح كلام النبي، ثبتت نبوتي بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه. ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وآدم بين الجسد والروح، يعني بعد ما خلق جسدا وقبل نفخ الروح فيه. وإن المعنى أن الله تعالى كتب نبوته، وربنا كتبها من الأزل، فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم عليه السلام وقبل نفخ الروح فيه. وزي الكلام ده برضو زي ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه بيكتب رزق المولود، وبيكتب أجله، وبيكتب عمله، وبيكتب أهو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح. زي في الحديث، لو نتذكر في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. أول الخلق نطفة، يقعد متكون 40 يوم نطفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 40 هذه المدد، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات. يعني هذا الملك يؤمر بأنه يكتب التالي، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه روح، إلى نهاية الحديث. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، هو صلى الله عليه وسلم أعظم الذرية قدرا وأرفعهم ذكرا، وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا منذ ذلك الوقت في علم الله الأزلي. عشان كده لما الصحابة سألوا النبي رد عليهم بهذا الجواب. فأحمد، اسمه أحمد هو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيدل على حقيقته الروحية، لأن وجوده الروحي أسبق من وجوده الجسدي صلى الله عليه وسلم. أما محمد فهو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على صورته الجسدية الشريفة صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام في السماء أحمد وفي الأرض محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، وعلى آله وصحبه أجمعين. جميع رسل الله تعالى، جميع الرسل اللي احنا نعرفهم واللي احنا ما نعرفهمش، جميع رسل الله تعالى تعرف نبي آخر الزمان، نبي المحمدة والمرحمة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سيدنا علي بن أبي طالب وابن عمه كذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بيقولوا في تفسير الآية الكريمة إنه ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه أو أخذ عليه أخذ الله عليه الميثاق.
لئن بعث محمد أو لئن بعث الله محمدا وهو حي مازال حي ليؤمنن به ولينصرن ذلك النبي الخاتم. وأمروا كمان أن يأخذ هذا الميثاق، يعني يأخذ العهد ده على أمته اللي بيبعث فيها، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. إذن مفيش نبي من الأنبياء الكرام إلا وأخبر بقدوم نبي آخر الزمان وأخذ العهد عليه أنه لو أدركه هو وأمته لابد من أن هم يتبعوه ويؤمنوا بما جاء به من عند الله تعالى، فهو نبي آخر الزمان. وبشر نبي الله عيسى عليه السلام بالنبي الخاتم أحمد كما يعني ذكر ده في القرآن الكريم. كذلك جاء في إنجيل يوحنا حكاية عن السيد المسيح عليه السلام وهو قوله عليه السلام. وأما الآن فأنا ماض، دي كلام المسيح عليه السلام في الإنجيل، وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين أمضي، ولكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم البارقليط أو الفارقليط، ننطقها البارقليط أو الفارقليط وحنعرف معناه، ولكن إذا ذهبت أرسل إليكم، ولكن إذا ذهبت أرسل إليكم. ومعنى البرقليط في اللغة العربية هو كثير الحمد. كثير الحمد ده يعني إيه؟ يعني هيأتي بصيغة التفضيل، يعني وأصل الكلمة هتبقى من حمد على صيغة أفعل زي كثير وأكثر، صيغة أفعل اللي بتدل على صيغة التفضيل دي، والتفضيل من حمد على هذه الصيغة هو أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هكذا كما جاء في القرآن الكريم. أما ما جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة فهو أشد صراحة وأكثر وضوحا، كما هو وارد في الإصحاح 33، إصحاح 33 من سفر التثنية، جاء في وصية موسى عليه السلام فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران. فقوله في التوراة جاء الرب من سيناء يعني أو أراد به رسالة سيدنا موسى من طور سيناء، وقوله في التوراة أشرق لهم من سعير أراد به إشراقة نبي الله عيسى عليه السلام من جبال سعير وهي جبال فلسطين، وقوله في التوراة وتلألأ من جبال فاران يقصد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعروف هنا ذكر الرسالات الثلاث، لأن المعروف في التوراة إن جبال، ومعروف قديما في اللغة القديمة فاران هي جبال مكة، فاران هي جبال مكة نسبة إلى فاران ابن عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح عليهم السلام، اللي نزل في مكة بعد الطوفان في هذه المنطقة، فنسبت سلسلة الجبال اللي هناك بفاران يعني جبال مكة المكرمة. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.